صدر اتحاد طنجة والمطارد المباشر مولودية وجدة هذا اللقاء الذي آل لصالح فريق مولودية وجدة وأول هزيمة لفريق اتحاد طنجة. قرأ في هذه المقابلة وحيثيتها مع محمد بن تركة. هو لقاء الموسمي وبامتياز بين المتصدر اتحاد طنجة والمطارد المباشر مولودية وجدة، الفريقان مرشحان للصعود أو بالأحرى للعودة إلى قسم الكبار. الكل بمدينة البوغاز كان معبئا للاحتفال بالصعود، لكن مولودية وجدة كان له رأي مغاير ولم يحضر للملعب الكبير بمدينة طنجة من أجل النزهة. الأجواء العامة كانت رائعة، المدرجات امتلأت بأنصار الفريقين. البداية كانت للاتحاد الطنجي لكن دون نتيجة. عمر تيام مهاجم مولودية وجدة خلق البلبلة بدفاع اتحاد طنجة وكان عنصرا نشيطا خلال هذه المباراة. حارس مرمى اتحاد طنجة محمد بسترة أحس بالخطر بعدما أبان لاعبو مولودية وجدة عن نيتهم في خطف 3 نقاط، وكذلك كان الحال. الدقيقة 66 عمر تيام سجل الهدف الوحيد خلال هذه المواجهة، هدف يزن ذهبا لكونه أسقط اتحاد طنجة في أول هزيمة له خلال هذا الموسم، وبعقر الدار بعد مرور 24 دورة لم ينهزم قط فيها الاتحاد المحلي. هدف منح 3 نقاط ثمينة لمولودية وجدة وقلص الفارق إلى 9 نقاط. حاولنا انه فكرنا في الاحتفال اكثر ما فكرنا في المباراه، وهذا شيء عادي وحق مشروع اللاعبين، مي الحمد لله تنظن انه الاداء ديالنا في الشوط الثاني تحسن. حاولنا نسجلوا نرجعوا في المباراه ما قدرناش، لانه المولودية الوجدية كان محفز اكثر منا، كان واقف في الملعب احسن منا، وهذا اللي خلاه انه يفوز اليوم. هنا اللاعبين على اللي قاموا بمقابله كبيره، هذه عي مقابله من المقابلات اللي جرينا، باقي لنا واحد 5 مقابلات خصنا نعرفوا كيفاش نجريو ان شاء الله ونحققوا المبتغى. فرغم هزيمة اتحاد طنجة يوم أمس ومنذ دورات خلت، بات الفريق من عداد فرق الكبار. الجولة المقبلة ستعرف لقاء حارقا بين مولودية وجدة ويوسفية برشيد المتمركز بالصف الثالث على بعد 2 نقطة فقط من المولودية الوجدية، فعلى بعد 5 دورات سيكون التنافس والصراع قويا بين فرق المقدمة وأندية أسفل الترتيب.